ما عندكش حاجه ما خبرناش هنا شكرا. نقول ماذا بينا خاصة الشباب اللي يطيشوا يشطفوا باب الطريق بوليس كيعاونوا بوليس كيلقى واحد لاباه خوه يخدم في مطلوب ماذا بيه يعاونوا يطيشوا في الطريق. حقيقة وجدنا تجاوب كبير حتى من الشباب المتطوع قاموا بالعملية فعلا مضرة، والإحصائيات العالمية واضحة في القضية هذه. وصلت إلى نتيجة أن تلويث البيئة عامل من عوامل مرض الإنسان، ولهذا نحن نحافظ على صحة الإنسان ونحافظ كيف أيضا وتخصيص سيارات ألا يرموا فضلاتهم في الطريق. نشكركم على هذه المبادرة ونرجو أنكم تعاونوا وتخدموا البلاد ونرجو أنكم. السلام عليكم. الخطوة اللي راهي كي راح حول نظافة المحيط وحول نظافة تاع البيئة تاعنا، كما نقولوا جمهور كلام راهو كي فرحان بالإيدي هذه تاع المنتدى. نشكر المنتدى الأولات على هذه الفكرة. نحن دائما كفعالية المجتمع المدني ندعم مثل هذه المبادرات. في سياق هذا أيضا نشكر المنتدى الأوراس لتضامن التنمية على مثل هذه المبادرات الهادفة والناجحة. دوام الشكر والتوفيق إن شاء الله. هوني لابو سنسيبيليزي لي جون باش ما يطيشوش لابوبال من لي فواتور. ماذا بينا حنايا باسم منتدى الأوراس، ماذا بينا الشعب كامل يتوعى شوية حفاظا على البيئة، مام عربي سبحانه هذه حاجة مليحة. يلاش لاخر الدنيا ودين. احنا ماذا بينا عن النظافه؟ احنا كيما نظفوا الطوموبيلات تاعنا، ماذا بينا عن النظافه؟ احنا كي نزلوا البلاصه اللي ويتوش واحد اخرى ما عندها بلاصتها، لا تيشوا لا في الطريق لا هنا. ولكن الناس اللي غالب عربيه هذيهم هذا واش راح نقول حبيبي؟ النظافه ملزومه ولازم نحترموا بعضنا، والنظافه خير من اي حاجه. شوف كل شمريقل وراهم يروحوا للحيط. فهمت يا عمي؟ النظافه واثم النظافه والامن محطه ما شاء الله.